مرحبا بكم في هذه المسألة حول محيط الأشكال الرباعية. الرسمة الموضحة تبين مستطيل قسم إلى 9 مربعات متداخلة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 مربعات متداخلة. معطى لنا أن العرض والطول للمستطيل هي أعداد صحيحة موجبة مع قاسم مشترك أكبر وهو 1. إذا نحن نتحدث عن طول وعرض المستطيل، والسبب أن القاسم المشترك الأكبر هو 1، لأنه لا يوجد قاسم مشترك يمكنك أن تقسمهم عليه ليعطينا قيمة نسبية أبسط. ولنفكر في هذا، ربما نواجه خياران. الأول، ربما هذا الضلع هنا، دعوني أرسمه هكذا. لدينا 5 و15، لكن القاسم المشترك الأكبر هنا ليس 1، فيمكن أن يقسم على 5 هنا، فما ستقوله هنا لا، ربما يجب أن يكون 1 و3. الآن لديك نفس النسبة بين الأضلاع، ولكن القاسم المشترك الأكبر يساوي 1، فيمكنك أن تحصل عليها بالصورة الأبسط عندما تقسمها على 5. ولهذا يقولون أن القاسم المشترك الأكبر هو 1، ثم المطلوب أن نجد المحيط لهذا المستطيل الكبير. لذا دعونا نرى ما يمكن أن نفعل، وأنا أشجعكم أن تقوموا بإيقاف الفيديو وتحاولوا حلها بأنفسكم قبل أن أبدأ بحلها. إذا لنبدأ بالحل. لنبدأ من هنا، من هذا المربع الصغير في المركز، ومعطى لنا أن جميعها مربعات. لنقل أن هذا المربع هنا طوله x وعرضه x، إذا هذا مربع x ضرب x، دعوني أكتبه هذا x وهذا x، هذا x وهذا x، إذا هذا هنا مربع x ضرب x هنا. ثم لدينا هذا المربع هنا ولا نعلم قياساته. لنقل أن هذا المربع هو y ضرب y، إذا سيكون عرضه y وطوله y. الآن ما هو هذا المربع هنا؟ حسنا، هذا مربع x زائد y ضرب x زائد y، لأن مجموع أطوال هذان المربعان يكون طول هذا المربع الأكبر. الآن ما سأقوم بفعله هو أنني سأقوم بكتابة أبعاد هذه المربعات داخلها، كونها أن جميعها مربعات. إذن هذا سيكون مربع x في x، ربما هذا رمز غير معبر تماما، ولكننا سنستخدمه. وهذا سيكون مربع y في y، وهنا لا أقصد أن المساحة y، هنا ستكون x زائد y هي أبعاد هذا المربع، فطوله x زائد y وعرضه x زائد y. ثم هذا المربع هنا، حسنا، إذا كان هذا البعد هنا هو x زائد y وهذا البعد هنا هو x، إذن قياس هذا الضلع كله أو أي ضلع من المربع سيكون عبارة عن مجموعهما، إذن x زائد x زائد y ويساوي 2x زائد y. يمكنك أن تتخيل أنني أقوم بتعيين الجهة اليسرى من كل من هذه المربعات. الضلع الأيسر من هذا المربع هو x، ولهذا المربع y، وهذا هنا x زائد y، ولهذا 2x زائد y. ثم يمكننا الذهاب إلى هذا المربع في الأعلى هنا. حسنا، لدينا مسافتان هنا x زائد y و2x زائد y، نجمعهما مع بعضهما لنحصل على قياس بعد لضلع واحد من هذا المربع، إذن سيكون 3x زائد 2y، ولنحصل على ذلك فقد قمت بجمع 2x زائد y زائد x زائد y. هذا هو قياس بعد أو طول ضلع واحد لهذا المربع. الآن لنذهب للمربع التالي. حسناً، هذا الطول هو 3x زائد 2y، وهذا الطول هو 2x زائد y. إذن هذا الطول جميعه سيكون هنا 5x زائد 3y. الآن سنذهب هنا حيث لدينا هنا هذا الطول 3x زائد 2y، وهذا x زائد y، وهذا y.
إذا نجمع 3x زائد 2y زائد x زائد y زائد y نحصل على 4x، ثم نجمع y نحصل على 4x زائد 4y. إذا هذه ستكون، هذه 5x زائد 3y، وسيكون لديك 2x زائد y، ثم تحصل على x. إذا نجمع x معا، 5x زائد 2x يساوي 7x زائد x يساوي 8x، ثم سنجمع y معا لنحصل على أبعاد هذا المربع، 3y زائد y يساوي 4y. وأخيرا لدينا هذا المربع هنا، وستكون أبعاده y زائد 4x زائد 4y يساوي 4x زائد 5y. والآن إذا أردنا أن نفكر بهذا المستطيل الكبير ككل، إذا فكرنا في ارتفاعه هنا سيكون، إذا لنفكر هنا في ارتفاعه، هذا سيكون، هذا سيكون 5x زائد 3y زائد 8x زائد 4y، ويساوي 5x زائد 8x يساوي 13x، 3y زائد 4y يساوي 7y، 13x زائد 7y. إذا هذا هو ارتفاعه، ولكن يمكنك أن تجد ارتفاعه من الجهة الأخرى، هذا سيكون له نفس الطول تماما، فإذا جمعنا 4x زائد 4x يساوي 8x، و4y زائد 5y يساوي 9y. إذا هذان الضلعان يجب أن يتساويا، وهذا شرط مثير للاهتمام. إذا لدينا 13x زائد 7y يجب أن يساوي 8x زائد 9y، وسنقوم بتبسيط هذا، نطرح 8x من طرفي المعادلة، وهنا إذا طرحنا 7y من طرفي المعادلة نحصل على 2y، إذا 5x تساوي 2y، أو يمكن كتابتها على شكل x تساوي 2 على 5y، ولكن هنا يجب أن يكون عدد صحيح. ولكن دعونا أولا نرى إذا كان هناك شرط آخر. الآن لننظر إلى أعلى وأسفل هذا المستطيل، الأضلاع هناك، هنا لدينا 5x زائد 3y زائد 3x زائد 2y زائد 4x زائد 4y، فيكون لدينا 12x من 5x زائد 3x زائد 4x، ثم لدينا 3y زائد 2y زائد 4y يساوي 9y، فيكون البعد العلوي 12x زائد 9y. وإذا انتقلنا للضلع في الأسفل لدينا 8x زائد 4x يساوي 12x، زائد 4y زائد 5y يساوي 9y، إذا يكون لدينا 12x زائد 9y، وننتهي هنا بأن لديهما نفس القيم بدلالة x وy، فلا يوجد أي معلومات أو شروط جديدة. من الواضح أن 12x زائد 9y يساوي 12x زائد 9y، إذا الشرط الوحيد الذي لدينا في هذه المسألة هو أن هذا الضلع الأيمن يجب أن يساوي الضلع الأيسر، والناتج x تساوي 2 على 5y. إذا لنأخذ بعض الأرقام لنحصل على أعداد صحيحة لـ x و y، ومن ثم نوجد المحيط. نريد أن نتأكد من أن الأبعاد ليس لديها أي قاسم مشترك. إذا اخترنا أن y تساوي 5 فإنه تبعا لهذا الشرط، فإن x تساوي 2 عند التعويض، 2 على 5 ضرب 5 يساوي 2، إذا x تساوي 2. إذا لنرى على ماذا سنحصل لأبعاد هذا المستطيل. ارتفاع هذا المستطيل سيكون، لنرى، 13 ضرب 2 يساوي 26 زائد 7 ضرب 5 يساوي 35. الآن 26 زائد 35 يساوي ماذا؟ هذا يساوي 61. والآن عندما ننظر إلى العرض، هذا يساوي 12 ضرب 2 يساوي 24، ثم 9 ضرب 5 يساوي 45،
ثم 24 زائد 45 يساوي 69. إذا لدينا 61 و69، ليس لديهما قاسم مشترك غير الواحد. الآن المحيط سوف يساوي مجموع هذه الأضلاع، وإذا أردنا إيجاد المحيط فقط نجمعهما. إذا المحيط يساوي 61 زائد 69 زائد 61 زائد 69، وهذه 130، وهذه 130 أخرى. 130 زائد 130 يساوي 260. في الحقيقة لم تكن مسألة صعبة، بدأنا من الوسط وانطلقنا من هناك حيث بنينا على أبعاد هذه المربعات الصغيرة وانتهينا بإيجاد محيط المستطيل.